أهلا بكم معنا مرة أخرى مشاهدينا الكرام. المحور الثاني، التطبيع ووتيرته المتسارعة في كثير من الدول العربية. إذن تتسارع وتيرة التطبيع مع قوات الاحتلال أو مع دولة الكيان من قبل منظمات عربية كالإمارات والبحرين وغيرها من تلك الدول التي ارتمت للأسف بأحضان أمريكا وإسرائيل، في ظل ما يجري في البحرين من مظاهرات وتنديدات واسعة ومسيرات مناهضة لهذا التطبيع. ملك البحرين بحفاوة يرحب بيائير لبيد وزير الخارجية الصهيوني أو وزير خارجية الاحتلال، اليوم افتتح سفارة له في البلاد مع تساؤل الكثيرين لماذا هذه السفارة؟ هل هناك جالية كثيرة للصهاينة داخل الإمارات حتى يتم فتح سفارة؟ ما الهدف من هذا أو هذه السفارة أو هذا التطبيع؟ إلى ما تسعى دولة الاحتلال من خلال هذا التقارب بين تلك الدول العربية؟ سنفصح أكثر عن هذه المواضيع مع الأستاذ باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان عبر سكايب معنا من البحرين. أولا أهلا بك أستاذ باقر. أهلا وسهلا بكم وأسعدتم مساء. أهلا بك. إذن في ظل كما تحدثنا مسيرات منددة ومناهضة لهذه السياسة من قبل مؤسسات شعبية بحرينية ورافضة لكل هذا التقارب وهذا هذه المهزلة بين قوسين مع دولة الاحتلال، كيف تابعتم اليوم افتتاح هذه السفارة؟ ما هي دلالات هذا التقارب من وجهة نظرك وتسارع هذه الوتيرة سيما بين البحرين والاحتلال؟ نعم، بلا شك بأن مسار التطبيع المخزي مع كيان الاحتلال الذي اتجهت إليه السلطات البحرينية، ونحن اليوم إحدى التظاهرات في منطقة سترة تم قمعها بالمناسبة، تظاهرة منددة باتفاقية التطبيع. الملاحظ طبعا أولا هنالك حكومة لا تمثل الإرادة الشعبية تعيش أزمة سياسية ودستورية معقدة في البحرين لسنوات، لدينا الآلاف من المواطنين تعرضوا للاعتقال السياسي وغير ذلك. ضمن هذا المسار لدينا دولة استبدادية ترى في الكيان الصهيوني حليف استراتيجي، لا تهمها مصالح الشعوب، لا تهمها مصلحة الشعب الفلسطيني، وهي أيضا حليف استراتيجي وثيق للولايات المتحدة الأمريكية. وفي البحرين كما تعرفون الأسطول الأمريكي الخامس الذي احتفى بالأمس الإعلام الصهيوني بالزيارة التي حدثت فيه من قبل المسؤولين البحرينيين أو الصهاينة. يضاف إلى ذلك البحرين كانت يعني أحد المنافذ الرئيسية لتسويق مشروع التطبيع في منطقة الخليج. في نهاية المطاف صحيح من قاد المشروع في السنة الماضية تصدرته الإمارات والبحرين تبعتها، ولكن هنالك بلا شك أيضا العين على السعودية أن يكون مسار التطبيع لاحقا لو تطور يشمل يعني السعودية وغير ذلك. ما أريد أن أشير إليه بعيدا عن مثل هذه الدلالات، السلطة ذهبت إلى قرار سياسي منفرد لم يستفتى فيه الشعب، غيبت فيه الإرادة الشعبية التي كما شاهدتم من ردات الفعل في التظاهرات أو المواقف أو البيانات الصادرة من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والدينية في البحرين، مختلف المكونات. لذلك هنا يسجل الفشل الذريع للسلطة ولكيان الاحتلال. أنا شاهدت بعض الانطباعات التي تحدث عنها مراسلو الإعلام الصهيوني أثناء تغطيتهم للحدث في البحرين على سبيل المثال، أو حتى بعض المحللين. يارون أبراهام مراسل القناة 12 تحدث عن حالة الاستقبال الفخمة من الجهة الرسمية، وأن ذلك يدل على التقدير الذي حظي به وزير خارجية
كيان الاحتلال. طبعا الإعلام الصهيوني ركز على الاحتفاء الرسمي. إذا لاحظتم تغطيات مراسلي الإعلام الصهيوني دائما ما كانوا يتحدثون كان هناك استنفار أمني. إلى نعم يعني حتى مسألة يعني لم يتم الكشف بشكل مباشر عما يتعلق ب يعني حتى تفاصيل الموقع وغير ذلك. لاحقا تسربت المعلومات أين يتم توقيع الاتفاق وغير ذلك أو فتح السفارة. وهذا حيمو محلل صهيوني للشؤون العربية تحدث عن التظاهرات، وهنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة. قال بأن التظاهرات في البحرين ضد الزيارة كانت متوقعة جدا، حيث حصلت تظاهرات ضد التطبيع مع إسرائيل، لذا من المتوقع أن نرى تظاهرات كما حصل في المغرب. لم تعرف هذه التظاهرات عملية التطبيع، وهنالك حملة على وسائل التواصل في البحرين ضد هذه الخيانة للفلسطينيين. يعني حتى الإعلام الصهيوني يصف هذه الخطوة بأنها خيانة للفلسطينيين وللشعب الفلسطيني. إذن هنالك تقدير واضح واضح بأن ما يجري هي خطوات منفردة من قبل السلطة لا تعكس الشعب البحريني، وهنالك مصالح استراتيجية أمنية بالدرجة الأولى بعيدا عن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع كيان الاحتلال. يعني كل التحليلات التي أشار لها يعني محللو وسائل الإعلام الصهيونية وغير ذلك تحدثوا عن مسألة الاستفادة من موقع البحرين الجيوسياسي والأمني، و يعني البحرين ليست ببعيدة عن على سبيل المثال الجمهورية الإسلامية في إيران على سبيل المثال. وهنا أسأل أستاذ باقر، ما حقق التطبيع مع البحرين والاحتلال؟ أهداف أمنية من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد بالدرجة الأولى أن تفتح بعثة دبلوماسية لكيان الاحتلال اللقيط والمسك وغير الشرعي، ولا نريد أن نوصفه بدولة كما درجت الآن وسائل الإعلام الرسمية البحرينية المحتكرة لدى السلطة والتي لا تمثل الشعب. بالمناسبة يعني لن تجد وسيلة إعلامية رسمية في البحرين تغطي التظاهرات أو قتل التطبيع مع كيان الاحتلال. لا شاشة تلفزيون البحرين ولا الصحف الحكومية الأربع التابعة كلها إلى الحكومة، لا يوجد لدينا إعلام حر مستقل في داخل البحرين. وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام مثل قناة اللؤلؤة على سبيل المثال وبعض المواقع الإلكترونية تعمل أو تنشط يعني اللؤلؤة من خارج البحرين تبث وليس من داخل البحرين، والعمل الإعلامي الحر المستقل في داخل البحرين غير متاح. على أي حال طبعا واضح هذه يعني المسألة المتعلقة ب يعني أول زيارة رسمية للبحرين علنية بعد توقيع اتفاق الشؤم والعار كانت لرئيس جهاز الموساد، وهي لها دلالاتها. يعني حتى لو تأخرت هذه الزيارة المتعلقة بالتبادل الدبلوماسي والتجاري والاقتصادي وغير ذلك لمدة سنة، وهو ما يعكس أيضا فشل مسألة تمرير موضوع التطبيع على المزاج الشعبي. موضوع الآخر، هنالك عناصر في داخل الدولة، عناصر تأزيمية، عناصر مرتبطة بشكل مباشر في الاعتداء على حقوق الناس والتآمر، وبعضهم برزوا في مشهد التطبيع. يعني على سبيل المثال بعض الوزراء محسوبين بشكل مباشر على أفراد من العائلة الحاكمة ممن تم توقيع مذكرات التفاهم معهم. في يعني على سبيل المثال لدينا الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهي اتفاقية خطيرة التي تم توقيعها في مجال الحوسبة السحابية، واعتقد بأنها تشكل حتى يعني تقويض للسيادة الوطنية في البحرين. محمد علي القائد أشرت في قضية البندر المعروفة، تقرير البندر، وحيل المشاهدين لأن يقرأوا عن تقرير البندر، وهو أحد الفضائح السياسية في البحرين التي كشفت
خلية سياسية رسمية في داخل الدولة تقود مشاريع التخريب والتآمر. هذا الذي وقع هذه المذكرة وهو شخص تابع إلى وزير الديوان الملكي، ديوان الملكي، وهو مرتبط طبيعة الحال بهذا الوزير الذي له يد طولة يعني في الكثير من مؤسسات الدولة ومرتبط بالملك بشكل مباشر. أكثر الاتفاقيات حساسية تم توقيعها مع هذا الشخص الذي له سجل معروف فيما يتعلق بخلية البندر، أو حتى لدينا على سبيل المثال. طب أستاذ بكر عفوا عن المقاطعة، وزير شؤون الشباب والرياضة أستاذ بكر تسمعني الآن؟ نعم أسمع. نعم أسمع. يعني في أكثر من نقطة كنت أكمل فكرتك فقط يعني. نعم تمام. في أكثر من نقطة تحدثت عن ردات الفعل الشعبية البحرينية، بالمقابل تحدثت عن القمع من قبل السلطات البحرينية. أنت وقفنا عند هذه النقطة، أنت قلت أن الاحتلال كان متوقع بدرجة كبيرة جدا مظاهرات منددة ومناهضة لهذه الزيارة، ولهذا كان هناك استنفار أمني واضح عند استقبال لبيد من قبل السلطات البحرينية. حدثنا أكثر، ما الذي يجري بالضبط في شوارع البحرين عند خروج المسيرات؟ من الذي يقمع؟ ماذا عن السجون؟ ماذا عن ردات الفعل الشعبية إزاء هذه الاعتقالات وعملية القمع؟ نعم، البحرين دولة أمنية بامتياز، ولسنوات طويلة حق التظاهر محظور وغير متاح للمواطنين. لذلك هذه التظاهرات التي تشاهدونها في مواقع التواصل الاجتماعي هي تكسر الإجراءات الرسمية التي تحظر حق التظاهر. يعني حتى العاصمة فيها قرار رسمي منذ سنوات طويلة بأن ممنوع فيها التظاهر. لدينا قيادات المعارضة في السجون، لدينا أي شخص ممكن يغرد يجد نفسه في السجن إذا انتقد السلطة. البحرين دولة أمنية قامعة للحريات، تتفنن في ارتكاب أشكال الانتهاكات، جرائم التعذيب، القتل خارج إطار القانون، وما تشاهدونه من مؤسسات برلمان أو شورى أو مؤسسات حتى تحت العنوان الحقوقي هي مؤسسات سورية شكلية، ديكور فقط، مفرغة المضمون. لا يوجد تمثيل للإرادة الشعبية في تلك المؤسسات، لا الدستورية ولا التنفيذية ولا الحكومة ولا السلطات. لدينا تغييب لمبدأ الشعب مصدر السلطات، ملكية مطلقة، ديكتاتورية. من يناهض السلطة سيجد نفسه في السجن أو يتعرض للتعذيب وتستهدف عائلته. المعارضة ممنوعة من مزاولة عملها لدينا، وهي سابقة في منطقة الخليج بالمناسبة، تشريع خاص بالعزل السياسي. أغلبية المواطنين ومنهم من تشاهدونهم في التظاهرات مجردين من حقوقهم السياسية في الترشح والانتخاب وغير ذلك، لأنهم كانوا ينتمون إلى جمعيات سياسية تم حلها لأسباب كيدية. ما عندنا قضاء مستقل، ما عندنا حرية صحافة، لا توجد يعني من يقرأ. وهذه تقارير المؤسسات الحقوقية الدولية، مش كلامي يعني، ارجعوا إلى تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، الخبراء الأمم المتحدة وغيرهم، كلهم لديهم مواقف واضحة حول الواقع السيء والأسود للحريات في البحرين الذي يستهدف كل الفئات، رجال، نساء، نعم، أطفال. وفي السنوات الماضية، هنا معلومة مهمة كشف عنها الإعلام الصهيوني، أن السلطة استفادت من الخبرات الأمنية التجسسية في مطاردة المعارضين وفي التنصت على المعارضين، وهنالك تعاون واضح، تعاون أمني وتقني كشفت عنه وسائل الإعلام، وهذا ما لا تخجل منه السلطة. نعم، إذن هناك خطورة واضحة أستاذ باقر من خلال هذه الاتفاقيات على المنطقة العربية والإسلامية، الخطورة واضحة على القضية الفلسطينية، لكن بما يخص المنطقة العربية والإسلامية هناك خطورة واضحة حتى على الأمن القومي لتلك الدول، في ظل ربما غفلة من أولئك السلاطين أو الحكام من أجل تحقيق مكاسب على مستوى البحرين مثلا. البحرين تريد تحقيق مكاسب من خلال هذا التطبيع. انت حدثنا مرة أخرى عن
الخطورة التي يشكلها تطبيع على الأمن القومي لتلك الدول؟ نعم، بلا شك التطبيع، يعني نحن نتحدث عن تحويل البحرين إلى منطقة نفوذ لكيان الاحتلال. كيان الاحتلال يدرك بأن الرأي العام العربي والإسلامي الموجود في المنطقة هو مناهض له، لا يعترف به، فبالتالي من الطبيعي أن تكون له مشاريع تخريبية تمس الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية. يعني هم اشتغلوا لطوال عام في الحقيقة على الكثير من المشاريع ضمن الحرب الناعمة، صح التعبير. يعني سفارة كيان الاحتلال التي كما كشف أنها كانت موجودة ولكن تشتغل بطابع سري وبشكل سري غير معلن عن موقعها وأنشطتها وغير ذلك، هي تدرك أن نبض الشارع في البحرين هو نبض مؤمن بالقضية الفلسطينية. لذلك بلا شك مثل يعني هذه البعثة الدبلوماسية قد تكون لها أدوار تخريبية تؤثر على الأمن القومي والعربي والإسلامي في المنطقة. وشاهدنا تصريحات الكثير من المسؤولين الصهاينة التي تؤشر إلى هذا الموضوع. كان هنالك إشارات إلى أن هنالك اتجاه لإنشاء هذا التحالف الجديد الذي يضم دول خليجية لصالح كيان الاحتلال، مع ما يتوقع من تخفيف التواجد الأمريكي في المنطقة واتجاه الأمريكي الذي يتواجد بكثرة في منطقتنا. نتحدث عن تخفيف وليس انتهاء في الوقت الحالي، هذا ما يتم الحديث عنه، هو اتجاه الأمريكي إلى جهة الصين والأوضاع المتعلقة بالمنافسة والمواجهة الناعمة والاقتصادية وغير ذلك فيما يتعلق مع الصين. فلذلك هذه الدول التي تشهد واقع استبدادي، الأمريكي يهمه أن يعني يتم حفظ مصالح كيان الاحتلال ما أساساً الأصول الأمريكي الخامس. وكما كشف عن ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على سبيل المثال، الذي قال بأن من أحد يعني أهداف هذا التواجد العسكري الموجود في المنطقة ما يتعلق بحماية أمن إسرائيل أو كيان الاحتلال. طيب، إذا سمحت لي بدقيقة أو دقيقة ونصف، عدم الانسجام لمطالب الشعوب العربية سيما البحرين المطالبة برفض كل هذه الأشكال، أشكال التطبيع المخزي مع دولة الكيان الصهيوني، من وجهة نظرك هل هذا يدفع مزيد من الجمعيات والمؤسسات المناهضة لتلك السياسات لدعم وإسناد هذا الحراك الشعبي البحريني على وجه الخصوص مثلا؟ نعم، أنا أتصور أن هنالك مسؤولية كبيرة اليوم على القوى السياسية والمدنية فيما يتعلق باستنفار الجهود ومواجهة مشاريع التطبيع بمشاريع داعمة للقضية الفلسطينية. على سبيل المثال، إن كان هنالك ما يتعلق بالاستفادة من موقع البحرين لأن تكون سوقا للبضائع الإسرائيلية، يجب أن تكون هنالك مشاريع تتعلق بالمقاطعة الاقتصادية حتى آفاق العمل الأخرى أو مجالات العمل الأخرى أيا كانت، ثقافية، اقتصادية، أمنية، طبية، بالوسائل المتاحة والسلمية والمشروعة. يجب أن يتم من قبل هذه مسؤولية المجتمع المدني أن يناهض التطبيع بمختلف هذه الصور المشروعة، خصوصا وأن الصهاينة كما هو واضح لم يتوقفوا فقط عند مسألة افتتاح بعثة دبلوماسية وغير ذلك، هنالك لديهم مشاريع كثيرة. يعني في زيارة وزير الخارجية خلال يوم واحد، وزير خارجية كيان الاحتلال
هنالك عدة مذكرات تفاهم تم توقيعها على عدة مجالات، أخطرها ما كان يتعلق بالجانب المعلوماتي ومسألة الحوسبة وغير ذلك، ولكن في المجال، في مجال الطاقة، نعم، حتى في مجال المياه والتجارة والسياحة والحوسبة السحابية وغيرها، كان هنالك مذكرات تفاهم ومشاريع واضح من أن كيان الاحتلال يريد أن يستفيد من البحرين، والشعب البحريني بلا شك سيكون متضرر من مثل هذه الاتفاقيات وهذه المشاريع. وأنا يعني سعيد جدا أن أرى إدراك الرأي العام الفلسطيني إلى أن هذه الخطوة الخيانية هي لا تمثل الشعب البحريني، هذا واضح يعني من خلال ردات الفعل، هنالك إدراك عام إلى أن ما يجري هي خطوات منفردة المتهم فيها هي السلطة فقط، والبحرينيون بريئون من جرم الخيانة. الشعب البحريني تاريخه، نضاله، أنشطته، عمله، مساره، رؤاه، مختلف أيديولوجياته وأفكاره لا يمكن سوى أن تقف إلى جوار الشعب الفلسطيني وأن يرى فلسطين كاملة محررة من دنس الصهاينة. نعم، هذه ثقتنا بتلك الشعوب العربية والبحرين على وجه الخصوص. أشكرك جدا الأستاذ باقر درويش، رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، وهذه رسالة إلى كل من تماها مع هذه الاتفاقيات المشؤومة المخزية، وطبعا نطالب ونؤكد على ضرورة تصويب المسار السياسي مع تلك الدول العربية المطبعة مع الاحتلال قبل فوات الأوان، وضرورة أن تنسجم مع مطالب وطموحات تلك الشعوب الرافضة لهذه السياسات، وعدم الغفلة عن هذه الحركات الشعبية التي ستنتفض في يوم ما بوجه تلك الحكام وتلك السلاطين. نثق بالشعوب ولا نثق بأولئك الحكام. تحية للشعوب العربية المساندة لتلك القضية الفلسطينية والرافضة والمناهضة لكل سياسات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. أشكر لكم طيب المشاهدة والمتابعة، تقبلوا تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء.